مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وطالب رئيس مجلس الشيوخ بضرورة وجود دراسات من نواب مجلس الشيوخ لمعالجة مشاكل الاستثمار في مصر، وكلف اللجان المالية والاقتصادية بإعداد استراتيجية تعظم من مناخ الاستثمار في مصر. وتقدم النائب ياسر زكي عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار إلى الأمانة العامة للمجلس بدراسة بنيت أركانها داخل حزب مستقبل وطن تحمل عنوان الاستثمار الأجنبي المباشر. هقول عنوان تاني، تحمل عنوان الاستثمار الأجنبي المباشر، المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري. طيب ايه تفاصيل الدراسة دي وازاي ممكن تساعد في تحسين مناخ الاستثمار في مصر؟ احنا معانا على الهاتف سيادة النائب ياسر زكي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ. برحب بيك سيادة النائب في 90 دقيقة. اهلا وسهلا، مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. عايز اعرف ايه تفاصيل الدراسة اللي حضرتك اتقدمت بيها في مجلس الشيوخ وازاي ممكن تساعد في ازالة معوقات الاستثمار الاجنبي في مصر؟ مساء الخير الأول والسادة المشاهدين. الحقيقة هي الدراسة قايمة على دراسة المناخ الاستثماري، يعني احنا كانت محاولة مننا لدراسة المعوقات الاستثمار بشكل عام، لأن طبعا مناخ الاستثمار في مصر بقالنا فترة بننادي بالاستثمار، والحقيقة المؤتمر الاقتصادي كان ليه أثر، كان ناجح وكان ليه أثار إيجابية، وكان استمرار لهذا النهج. كنا المجلس بإعداد دراسة في الحزب لتقديمها للمجلس لإزالة معوقات الاستثمار، لأن الحقيقة ما يستخباش على حد أن البيروقراطية أحد أهم المعوقات. معوقات الاستثمار الموجودة عندنا متنوعة، من بيروقراطية، من عمل، من جو أعمال، من عدم وجود عمالة فنية بشكل كبير، كتير أوي من المعوقات، من التشريعات برضو اللي هي محتاجة تعديلات. بالضبط بالضبط، يمكن دي أحد الحاجات المحتاجة التشريعات، وإن كان يعني برضو إن حقيقة في دراستنا، يعني الدراسة المتعمقة اللي اتعملت على الاستثمار، كان هناك أسباب كتيرة، حاجات كتيرة قوي بينظر إليها المستثمر. هي الدراسة قايمة على فكرة إحنا بنشوف المستثمر الأجنبي شايفنا إزاي، يعني بلاقي إحنا شايفين نفسنا إزاي، إحنا عايزين نشوف الناس شايفانا بره إزاي. صح تمام. مثلا لو مسكنا في عنصر واحد، إن إحنا عندنا خامات معينة وحاجات معينة، نلاقي مثلا الدولة زي اليابان ما عندهاش أي خامات، كله ومع ذلك أكبر، يعني أكبر دولة صناعية، أكبر دولة صناعية في العالم. لو بصينا على التشريعات، نلاقي ان في دول ثانيه عامله تشريعات تخفيضات ضريبيه وبرضه ما حققتش الغرض المرجو منه. ممكن ده برضه حصل عندنا الفتره اللي فاتت كتير قوي من التشريعات، لكن الاسوار هم كانت. طب سياده النائب، يعني ايه اللي احنا محتاجينه من وجهه نظرك؟ هو احنا محتاجين عوامل متعدده، يعني من ازاله معوقات الاستثمار بشكل عام، من بيروقراطيه، من اعاده الهيكله. مظبوط، البيروقراطيه دي مهمه جدا 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 جدا. لان هي طبعا دي ممكن تعطل استثمار بملايين، بتقفل المستثمر. اول حقيقه يا فندم، حتى من جمله المؤشرات اللي قامت بيها الدراسه، لان الدراسه دي اتعملت على اساس مقارنات ما بيننا وما بين الدول الشقيقه، الدول المعنيه بنفس الظروف الخاصه بينا، يعني الدول زينا في نفس المستوى، زي مثلا المغرب، زي الاردن، زي السعوديه، في نفس المنطقه، الظروف الدول اللي تشبهنا وبنشوف عملوا ايه وبنقارن. ده احنا كنا فنلاقي ان في، يعني ان المستثمر بيبص بيختار الدول التي فيها في مؤشر عالمي موجود اسمه مؤشر سهوله الاعمال. احنا الحقيقه يعني في مصر ترتيبنا مش احسن حاجه، يعني 114 عالميا طبعا، مؤشر وفي مؤشرات ثانيه. فالمؤشر زي سوره الاعمال ده اساسا اي معنى البيروقراطيه، يعني ده من احد اسبابه البيروقراطيه.
لان انت مثلا ان برضو لو بصينا للعماله نلاقي ان المستثمر محتاج جهاز حكومي يتعامل معاه بشكل كويس. الناس بتحاول لكن ما زال يعني البيروقراطيه متأصلة الحقيقة، متأصلة في المجتمع عندنا، بقت حاجة بتجري في الدم الحقيقة، بنحتاجها. طب سيادة النائب معلش برضو يعني هو سؤال حقيقة مهم جدا، إزاي ممكن نزيل هذه المعوقات؟ يعني هقول لحضرتك حاجة، يعني إزالة المعوقات دي يمكن زي البيروقراطية في التعامل، في ان احنا نتعامل من خلال بعيد، يعني التعامل عن بعد زي ما سبقتنا دولة زي الإمارات زي السعوديه حاليا، ان انا مش محتاج ان انا كل اجراءاتي لازم يعني نظام الشباك الواحد اللي احنا بنطالب بيه الحقيقه السيد الرئيس. يعني هل الشباك الواحد هو الحل يا سياده النائب؟ لا يا فندم، الشباك الواحد ما هو انا ايه فائده الشباك الواحد يا فندم لما بالزبط. انا اخد شباك واحد واطلع رخصه من اطلع رخصه واطلع سجل تجاري، طب وبعد كده بقيه الاجراءات فين؟ ما انا هعمل ايه بالرخصه والسجل التجاري؟ انا كمستثمر انا محتاج اشتغل، محتاج اتعامل مع المحليات، محتاج اتعامل مع هيئه التنميه الصناعيه، محتاج هيئه المجتمعات، محتاج كل الجهات، بتعامل مع جهات كتير قوي، مش مساله اخد رخصه في ايدي وبطاقه ضريبيه، الموضوع مش كده. طب هل الرخصه الذهبيه اللي اعلنها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي دي يعني هتزود لنا الاستثمار؟ هتساعد في الاستثمار؟ هو طب اكيد هتساعد ان الرخص تبقى اسهل للمستثمر، بس احنا طبعا الحقيقه هو كان اعلان مشكور للرخصه الذهبيه والسهوله في اعطاء الرخصه، الحقيقه ده كان حاجه ايجابيه جدا، لكن احنا الموجود هي في حزمه من الاجراءات، مناخ الاستثمار محتاج حزمه من الاجراءات، ومحتاج حاجه ثانيه كمان، يعني احنا من ضمن الدراسه الموجوده في الدراسه هو كيفيه الترويج لينا، يعني احنا الدراسه اهتمت التسويق يعني بالظبط والمحفزات، احنا عندنا غير المعوقات مش لازم كلها معوقات، ما في محفزات انت ممكن تعمليها مش مجرد محفز ضريبي فقط او يعني لانه المستثمر يعني بيسال يا فندم بيقول انا هكسب ايه؟ بالظبط، والمستثمر لما يجي كمان انا بعتبر ان احنا المفروض ننظر للاستثمار كانها شركه، اي شركه في الدنيا محتاجه ماركتنج، محتاجه يبقى عندك ماركتنج، محتاجه ان انت البعثات الخارجيه السفارات في الخارج تكون مروج ليكي، مروج للسياحه، مروج للتجاره، يعني لازم نستغل هذا الكم الكبير، النهارده كنا بنناقش قانون الدبلوماسيين، فاحنا لازم يبقى في ربط ما بين الاستثمار، يبقى ده الاستثمار ده يتحول كانه تارجت بالنسبه لنا، ده هدف قومي، ان الاستثمار ده انت مطالبه انك توفري مليون فرصه عمل سنويه، هتحقق ازاي؟ 75 اكثر من 75% من العماله في مصر، الايدي العامله في مصر كلها موجوده في القطاع الخاص. الاستثمار رفاهيه. اسمها يعني انه استثمار، يعني انا بقول عليه انه استثمار ضروري طبعا، انه استثمار حتمية. اساسي حتمية يا فندم، ده مش رفاهيه ولا ان انا بقى لا ابدا ابدا. طب هل الدراسه اللي حضرتك يعني تقدمت بيها واتعملت داخل كيان حزب مستقبل وطن كانت مبنيه على نقاشات مع المستثمرين والمشاكل اللي بتقابلهم على ارض الواقع؟ الحقيقه تمت، احنا برضو بحكم ان الحزب فيه تخصصات كتيره وفي ضمن الحزب في بعض من كتير من رجال اعماله بيعملوا في تخصصات مختلفه، بالاضافه للمناقشات مع بعض رجال اعمال وبعض التخصصات، فوصلنا اليها. واحنا الحقيقه يعني برضو انا عايز اقول تاني اضيف ان احنا انا يعني ما ارجوه ان نعامل كانها شركه، نعامل مصر كانها يعني ايه الاستثمار في مصر كانها شركه، محتاجه ماركتنج، محتاجه خدمه ما بعد البيع، بمعنى ان انا ما ينفعش اجيب مستثمر واجي ارميه اسيبه كده في البيروقراطيه ويروح بقى يجري ورا المحليات ويجري ورا هيئه الدفاع المدني ويجري ورا الغاز والكهرباء ويدوخ بقى السبع دوخات اللي احنا متعودين عليها دي، ده ما ينفعش، لازم انا الاول يروح بقى لمدام نجلاه ويروح لمدام سعاد ويفضل يلف مدام ساميه الدور الثالث ونفضل بقى نلف لحد ما يزهق ويروح يستثمر في بلد ثانيه. بالظبط، ويجي بعد كده نقول المستثمر مشي مشي ليه؟ ما عندناش استثمار اجنبي ليه؟
بالظبط، ومش مجرد احنا خسرنا مستثمر، احنا خسرنا سمعه الاستثمار، ودي اقوى. اللي احنا المفروض نبني سمعه الاستثمار في مصر من خدمه ما بعد البيع. يعني كما انا بقول لحضرتك، احنا عايزين نعتبر ان احنا في شركه فيها ماركتنج، فيها كومبلاين، فيها خدمه ما بعد البيع، الرسائل، كل الكلام ده لازم يكون موجود عشان نصل بقوه تنافسيه. واحنا الحقيقه في مصر عندنا مقومات عاليه، عندنا بنيه تحتيه مش موجوده في اي مكان دلوقتي. ده صحيح. المنطقه العربيه اللي احنا فيها عندنا كهرباء وغاز في الفتره اللي جايه، يعني كهرباء وغاز وطاقه، المدن الصناعيه الجديده سياده النائب كمان. اه طبعا، زي ما حضرتك قلت سياده النائب، احنا محتاجين تسويق. بالظبط، احنا محتاجين ان تنتهي هذه البيروقراطيه، ومحتاجين تسويق، نشوف ان عايزين نبص الناس بتشوفنا ازاي، مش احنا بنكلم بعض. بنكلم بعض بقى كتير، بقى احنا محتاجين نشوف الناس بتشوفنا ازاي عشان نعرف نكلمهم باللغه المطلوبه. طيب يا فندم، بالنسبة يعني لدراسة حضرتك، ايه الخطوة اللي جاية اللي هتتم داخل مجلس الشيوخ؟ هو الحقيقة المعالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق احالها للجنة الاقتصادية، وبالتنسيق مع اللجنة المشتركة، لجنة الصناعة ولجنة البيئة واللجنة التشريعية، لإعداد توصيات، وهذه التوصيات إن شاء الله يعني تخلص إلى تشريعات يعيد نستطيع بها دعم الاستثمار وتهيئه المناخ للاستثمار في مصر باذن الله. نامل الحقيقه يعني انه في الفتره اللي جايه في دفع الاستثمار تنفيذا لتوجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان مهم جدا الحقيقه ان احنا نناقش في معوقات الاستثمار الاجنبي في وقت الدولة يعني سخرت كل شيء لجذب الاستثمار أو الاستثمارات الخارجية للبلد. مهم أننا نشجع الاستثمار ويكون عندنا مصانع واستثمارات في كل المجالات، لأنه ده هيعود على البلد أولا بالعملة الصعبة، ثانيا بتوفير فرص العمل، ناس كتير هتلاقي فرص عمل، ثالثا بالزيادة في حجم الإنتاج في السوق المحلي. وإن شاء الله يعني تساهم الدراسة اللي اتكلم معنا فيها أو اللي اتكلمت معنا فيها سيادة النائب ياسر زكي في تحسين مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. بشكرك جدا سيادة النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.